كابتن سيد عبد الحفيظ كمان كان ليه تصريح وكان حريص على الحديث مع اللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم كمان بالاستمرار في تحقيق اهداف المرحله الحاليه والتركيز فيها. احنا بنتكلم بدايه هنا معانا من واجهه فريق المقاولون العرب، وهذه المباراه المهمه جدا. وكمان خليني اقول لحضراتكم شق ثاني، يعني بمناسبه او ربط بالكلام، اللاعبين امبارح احتفلوا بعيد ميلاد احمد نبيل كوكا لاعب الاهلي الصاعد خلال التمرين. اكيد بنقول له كل سنه وانت طيب يا كوكا، ويعني مستوى عظيم جدا. وفكره هنا كمان ان هو عندك قطاع ناشئين بيفرغ لعيبه بهذا الشكل. هو احمد نبيل كوكا شارك مع الفريق الاول تقريبا في 5 مباريات وابدع فيهم حقيقي، واعتقد الموسيماني حريص جدا على موهبته. واللي بالك من حاجه برده يا كريم، كابتن خالد بيبو في اللقاء اللي كان معاه واحنا عرضناه هنا في 10 الصبح في الاهلي اول امبارح كان بيتكلم ان هو سعيد جدا ان قطاع الناشئين يعني بيفرغ مواهب زي كده، وكمان فكره ان الفريق الاول يعتمد عليه في بعض اللاعبين اصلا، يعني دي حاجه كويسه. وده مش جديد برده، لو احنا هنتكلم قطاع الناشئين خرج كتير من الاسماء الكبيره، يعني نتكلم عن عماد متعب، اسامه حسني، احمد بلال، كل دي وغيره وغيره، كل دي اسماء عظيمه جدا كانت موجوده في الاهلي من قطاع الناشئين او ابناء النادي الاهلي زي ما بيتقال. حاليا عندك كمان احمد ياسر ريان، يعني في برده فكره ان لعيبه عندنا بتحترف، احمد ياسر ريان هداف الدوري. فكلها حاجات يعني ايه في الاول وفي الاخر كده بتسعدك، هو ده ابن الاهلي اللي طالع من الناشئين وبعد كده الفريق الاول ومسيره ان شاء الله تكلل بالنجاح لنهايتها. يعني ابن الاهلي وتربيه النادي الاهلي، وبعدين قطاع الناشئين يعتبر بمثابه ايه؟ زي ما تقولي كده خط انتاج. ايوه معمل بالظبط كده والله. بعدين فعلا زي ما حتى مش عارف كان امبارح جت سيره النقطه دي في ايه، بس انا حتى كنت بقول لك ان ده يطمنك قوي على اللي جاي. وبعدين اللي حاصل ده الى حد كبير يتماشى مع فكره ان النادي الاهلي منظومه متكامله الاركان بلا شك، صحيح، فشيء محترم كالعاده.